وزارة الثقافة من مهامها الأساسية تكريم المبدعين واحتضانهم واحتضان الإبداع والأخذ بيد كل شخص بمختلف سنية عمره، فما بالك بشخصية كبيرة مثل الأستاذ دريد لحام الذي كرمه السيد الرئيس بوسام استحقاق عالي المستوى. اليوم التكريم الواقع برعايتي، لكنه تكريم من الحزب القومي السوري الاجتماعي لأحد الأعضاء المنتسبين إلى هذا الحزب وهو الأستاذ دريد لحام. رعيت هذا التكريم لأن لدريد لحام قيمة فنية ورمزية كبيرة ليس في سوريا وحدها وإنما في العالم العربي، إذ أثر في الحركة السينمائية والفنية عموما والتعبيرية بشكل أدق على الصعيد العربي. جاية لفنانين كبار، كتابا ومخرجين وممثلين وملحنين، لكنه عرف كيف يبرز أعمالهم وظلت هذه الأعمال راسخة في الأذهان والنفوس. وأنا قلت في كلمتي إن الخلود والخلد مشتقان من جذر واحد، وبالتالي فالخلود يستحقه كل من يؤثر في النفوس ويبقى تأثيره على مر الأزمان في الأذهان. فهنيئاً للمكرم وهنيئاً للمكرم. كرمت بأكثر مما أستحق بكثير، سواء بالأوسمة أو بمحبة الناس بكفة يلي هي بتخلينا موجودين، لأنه نحن لولا محبة الناس. التكريم مثل بيعطيك مثل حبة الفيتامين، مثل حبة الفيتامين سي، بتعملني بترجع بتحمسني أكثر وبتعطيني قوة أكثر. بالتأكيد هيك يا قلبي، وشكرا يا ويعني بهذا التكريم بنحس إنه ما زلنا موجودين على الساحة. شكرا كثير لكم. دريد رفيق دريد لحام يعني المبدع الدائم، مش بس بحزبه الحزب السوري القومي الاجتماعي، دريد لحام هو للأمة كلها. ونحن انطلاقا من قول سعادة المجتمع معرفة والمعرفة قوة، قمنا بهيدا التكريم لدريد لحام لأنه يستحق. يعني هو من الأشخاص يلي ساهموا بنهضة أمتنا على المستوى الثقافي وعلى كل المستويات الأدبية والفنية والثقافية والمسرحية. وبالتالي دريد لحام من واجبنا نحن كحزب، ونحن ما بننسى رفقاتنا. سعيدة جدا أنه صادف اليوم تكريم الفنان المبدع الرائع المميز اللي هو قدوة لكل الفنانين دريد لحام. فأنا كتير انبسطت أنه أنا اليوم خلال وجودي طبعا هاليومين بسوريا فأجيت حضرت، فكنت سعيدة جدا الحقيقة. مثل هيك فعاليات طبعا أنا بشجع كل الإعلاميين وكل اللي هن في هذا المجال، حتى الشخصيات العادية. ما تتخيلي طبعا هيك فعاليات فيها احتكاك بكل الشخصيات، فهيدا بيغني لهم طبعا معرفتهم، وبتمنى الكل يكون موجود. كلنا مسلمون لرب العالمين، منا من أسلم بالقرآن، ومنا من أسلم بالإنجيل، ومنا من أسلم بالحكمة، لكانت كافية لي للانتماء للحزب، ففيها يجول بنا سعادة في فياف الإيمان المطلق، ويحرر عقولنا من فخ الطوائف والمذاهب، ومن نصبوا أنفسهم قناصل للسماء على الأرض لتكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا.